حديث الناس لا يتوقف والشائعات لا تقل ولا تتراجع أبدا. الناس بتسأل أين الحقيقة في الحادث المأساوي لميكروباص المنيا اللي ذهب ضحيته 9 مواطنين وأصيب 5 آخرين. العديد من المواقع الإخبارية والسوشيال ميديا بتنشر واقعة ورواية غريبة منذ وقوع الحادث يوم الثلاثاء اللي فات. بتقول إن سواق الميكروباص هو اللي تسبب في غرق الركاب بعد أن رفضوا دفع الأجرة، هي 15 جنيه بدل من 13 جنيه للفرد الواحد. ولما الناس رفضوا الاستجابة لسائق الميكروباص مشي بالميكروباص بسرعة هائلة وهددهم وقال أنا هسقط بالميكروباص في الترعة وقفز من الميكروباص. الرواية المثيرة دي نفتها إحدى الناجيات من الحادث، ويمكن موضوع ميكروباص المنيا والشائعات اللي حواليه حسم الجدل فيها التحقيقات اللي تمت قدام النيابة، وقالت إن السائق لم يطلب أجرة زيادة ولم يهدد الركاب بالنزول في الترعة، وقالت إن السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق كانوا هم السبب في وقوع الحادث المأساوي، وقالت إن تحقيقات أيضا أثبتت تعاطي السائق للمخدرات. السؤال، مين وراء اختلاق مثل هذه الروايات ولمصلحة من؟ رواية مش زي النار في الهشيم. قال إيه طلبوا زي ما قال 15 جنيه قالوا لا ترجع 13، قال لهم هوقعكم في الترعة، وبعدين قالوا ما صدقوش فقام نزل بيهم في الترعة. يعني كلام لا يصدقه عقل. فرجاء نحن نحاول إن احنا على الأقل في مثل هذه الأمور نحن نقول الحقيقة، والحقيقة دايما بتقولها التحيات والنيابة العامة.